تواصل مدينة شرم الشيخ الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27. للمزيد ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، أهلا بك، وماذا لديك عن آخر المستجدات حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ؟ تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة السلام والأمل شرم الشيخ. هذه المدينة التي استعدت في كافة المجالات وفي كافة المناحي لاستقبال مؤتمر المناخ COP27. نتحدث عن مشروعات جديدة، نتحدث عن رفع كفاءة وتطوير لعدد كبير من الميادين والمواقع وأيضا المنشآت التي تواكب هذا المؤتمر، وأيضا التي تسعى وتجعل هذه المدينة مدينة صديقة للبيئة، مدينة ذكية، مدينة خضراء، كي تكون أول واحة في العالم تتزين لمؤتمر المناخ وخضراء وأيضا صديقة للبيئة. لو تحدثنا عن تطوير ورفع كفاءة لأكثر من 15 ميدانا وأيضا عدد كبير من المحاور والطرق والبوابات المؤدية إلى مطار شرم الشيخ والقادمة منه أيضا، نتحدث أيضا عن أكثر من 260 حافلة صديقة للبيئة ما بين أوتوبيسات وأيضا حافلات والتاكسي الأخضر، أكثر من 800 تاكسي أخضر هنا. نتحدث عن محطة لأكبر طاقة شمسية هنا في محافظة جنوب سيناء وتحديدا هنا في مدينة شرم الشيخ. ولو أيضا تحدثنا عن التطوير، هناك أو الأماكن الجديدة، هناك الممشى السياحي الجديد بطول 6 كيلومترات وبامتداد إلى 10 أمتار امتداد عرضي. نتحدث أيضا عن تطوير في كافة المناحي، لكن إذا تحدثنا عن مدينة شرم الشيخ تحولها إلى واحة خضراء، الاستعدادات لمؤتمر المناخ لابد أن يكون لنا هذا اللقاء مع سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. سيادة اللواء، برحب بحضرتك معنا في نشرة أخبار التاسعة. وفي البداية، مدينة شرم الشيخ تتهيأ وجميع المنشآت وجميع المواقع في محافظة جنوب سيناء تتهيأ لمؤتمر المناخ حتى تتحول إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة. هناك أكثر من 30 مشروع ما بين مشروعات جديدة وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة. أنا عايز أقول لك أكثر من 30 مشروع، احنا 30 مشروع ده احنا اللي عاملينهم، إنما عايز أقول يعني دي حاجة مش مكتوبة ضمن الحسابات بتاعتنا، إن احنا مساحة مباني مسجد الصحابة دي معمولة، 15 ميدان رجال الأعمال عاملينها، دي برضو رجل أعمال عاملها متبرع للمدينة للمحافظة، غيرنا كل اللي موجود هنا وعملنا الكلام الجديد ده، بنافورة جديدة قدام المسجد، حاجة متنفس للرئة جديدة، عملنا حديقة مركزية على مساحة 30 فدان جديدة، حطينا فيها مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد الذكي الرقمي موجود دلوقتي، يعني إن شاء الله هنحضر في COP27 هنبقى موجودين في المدينة في مجلس المدينة الجديد، يعني محطة طاقة شمسية طبعا وزارة النقل عاملة سبع حوالي 140 ستاند للأوتوبيسات، هو في 140 أوتوبيس كهرباء ممكن يتشحنوا مرة واحدة، فيه 160 أوتوبيس تاني أو 120 أوتوبيس تاني دول غاز، برضو خصصنا قطعة أرض لشحن الأوتوبيسات دي بالغاز. المحافظة طبعا مشتركة في كل الأعمال اللي تمت على الأرض، يعني احنا طلب مننا قطع أراضي عشان خاطر المنطقة الزرقاء، المنطقة الزرقاء ألف والمنطقة الزرقاء ب 30,000 متر مربع و 40,000 متر مربع، بعد ما طبعا زاد الطلب على وصول الوفود، وجود الوفود طلبت ان هي تاخد مساحات تعرض فيها أنشطتها، جهزنا ال 40,000 ومع الهيئة الهندسية تم تسوية الأرض وتظبطها وهكذا، يعني احنا علاوة على أعمالنا لنا أعمال كتيرة قوي، نقل الكهرباء وتوصيلها سواء المنطقة الخضراء المنطقة الزرقاء المياه والصرف الصحي، التعاون مع جميع الوزارات، وهنا بقى لازم أشكر وزارة الكهرباء ووزارة النقل ووزارة الاتصالات، وايضا اشكر الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اللي ليها ايادي بيضاء كبيره جدا على اللي هتشوفه في مدينه شرم الشيخ، حاجه رائعه بنشتغل مع بعض من 15/5 نخلص 15/10، بنقول 5 أشهر اشتغلنا في اجواء صعبه جدا، اشتغلنا تحديات جامده جدا، انت بتجيلك لوجستيات
وطول خطوط الامداد ده بيجي لك الحاجات دي من مصر بتعدي عبر نفق، عليه اجراءات امنيه مشدده، تدخل كل الحاجات اللي جت دي سواء رخام سواء حديد سواء نخل سواء 3000 نخله بتحطوا في مدينه شرم الشيخ، ولا زلنا بنجيب عربيات. العربيات دي عشان تخش عايزه تصريح، عايزه اتصالات، عايز اقول لك جدا جدا جدا. ولو انتقلت بالحديث عن الممشى السياحي الجديد في 3 مسارات، اتكلم عن ممشى للمشاة وايضا للدرجات والحافلات، وكمان منظومه النقل، يعني اكثر من 260 حافله صديقه للبيئه وخضراء وايضا ذكيه. مظبوط مظبوط. طبعا انت عارف ان الممشى السياحي 6 كيلو يعني في الاتجاهين، يعني 12 كيلو متقسمين الى 3 محاور زي ما انت قلت، محور لان محور العجل ثم مشاية فيها مظلات، يعني اللي ماشي ده مش ماشي في الشمس، مش ماشي في العراء، لا ده ماشي مظلة تسلم مظلة، مظلة تسلم، تعب هلاقي مكان يقعد عليه. تمام. المحور الثالث هو محور احنا زودناه محلات ماركات جميلة، بنشترط على اللي هيجي ياخد حاجة يكون يجيب لنا حاجة يعني اولا صديقة للبيئة، ثانيا ماركة عالمية، ويبقى ده متسع برضو او مكان برضو الناس وهي بتتحرك وهي ماشية عايزة تخش تتفرج على حاجة تشتري حاجة، يبقى ده المحور التالي. 3 محاور خلف منهم بقى منطقة خضراء رائعة، نخيل، نباتات، طبعا كل دوت يعني هتطلب بقى الفترة الجاية ان شاء الله ان احنا نحافظ عليه، لان احنا عندنا اوامر وتكليف من سيادة الرئيس ان مدينة شرم الشيخ تظل مستدامة. يعني العربيات طبعا الكميات اللي جايه من الاتوبيسات دي كبيره جدا، يعني طبعا احنا المدينه مش هتحتاج ال 260 اتوبيس، فاحنا طبعا بالتنسيق هيبقى عندنا هيتساب عندنا مجموعه معينه تشغل المدينه. بنتكلم برضو عن الممشى، هناك لاحظت يعني الكثير من المبادرات لإعادة التدوير للحفاظ على النظافه كمان في مدينه شرم الشيخ، وهناك ايضا حفلات جديده للنظافه. وزاره البيئه عامله معانا شغل كويس قوي. احنا غيرنا الاكياس البلاستيك كلها، في عندنا 3 استندات، واحد في خليج نعمه، واحد هنا، واحد في حي النور. 3 استندات دول بيدوا المواطن الشنط الصديقه مجانا. الشنطه الصديقه دي بقى ممكن يعمل بيها هو كذا كذا مره، يشتري فيها وبعدين يرجع. احنا فهمنا الناس فلسفه الشنط دي. وماكينات اعاده التدوير، ماكينات اعاده التدوير في الشوارع دلوقتي عندنا مكان ممكن تحط الزجاجه البلاستيك فيها بتاعتك تتفرم، الكنز يتفرم، فالكلام ده احنا يعني عندنا نماذج، انما احنا في الحقيقه هنكتر منها بقى الفتره الجايه ونزود منها في جميع الاماكن، في المطار، خليج نعمه، السوق القديم، سوق سكوير، كل الكلام ده. كنت في متابعه لجولات حضرتك الميدانيه والمكوكيه ايضا للكثير من المواقع والمنشات الجديده، حدثنا فندم عن مستشفى شرم الشيخ الدولي ورفع الكفاءه لكافه الاقسام العلاجيه المركزه والطوارئ وغيره. مستشفى شرم طبعا انا كنت مريت فيها يوم السبت الماضي، وفي الحقيقه حاجه رائعه، مش عايز اقول يعني مستوى عالي جدا من التقنيه العاليه جدا، وبعدين من كلها اتجددت، وانا دخلت غرف عمليات ودخلت الاستقبال، حاجه بصراحه طليق. وبعدين كمان المدينه دي هيئه الرعايه الصحيه دكتور احمد السبكي معاه لجنه من الرعايه من منظمه الصحه العالميه، وجت وطلب يعني المطار المهبط بتاع المطار، طلب مساحه خضراء حوالين المستشفى، طلب بعض الموضوعات لاعلانها. على فكره خلاص هتعلن مستشفى خضراء صديقه للبيئه والاولى من نوعها في قاره افريقيا، والثانيه عربيا عشان بعد السعوديه في الحقيقه يعني، فده الكلام ده هيعلن في اثناء المؤتمر باذن الله. واحنا بنتكلم على المنشات والمواقع الصديقه للبيئه الخضراء، ايضا هناك عدد كبير من المنشات السياحيه والفنادق اللي اخذت العلامه الخضراء صديقه للبيئه ايضا، وكمان متحف السلام والبيئه. يعني لو قلنا الفنادق عندنا معظمهم خد النجمه الخضراء، معظمهم مركب طاقه شمسيه داخل الفندق. الجميل كمان برضو ان وزاره الاتصالات وصلت النت فائق السرعه، ده مهم جدا لان انت بتتعامل مع 30,000 مدعو، بتتعامل مع 120 شخصيه عالميه، لازم الناس دي كلها لا يبقى في بقى يعني الخطوط مشغوله ولا يبقى، لا مش هينفع،
الناس دي بتبعت لدولها، الناس دي بتبعت لصحافه، الناس دي بتبعت للمجلات، الحكومات. مش هينفع ابدا ان احنا هتبقى مشكله جدا، وممكن مع رئيس الوزراء هتبقى مشكله لو احنا فعلا النقطه دي بالذات فيها مشكله، هيبقى مش مظبوط. عشان كده احنا يمكن هنستقبل وزير الاتصالات يوم السبت جاي هنا، السيده وزيره البيئه جايه هنا يوم السبت ان شاء الله، هنعلن في مؤتمر صحفي، هنعلن فيه مدينه شرم الشيخ الخضراء، وانت مدعو ان شاء الله الساعه 6 هنا داخل السوق القديم باذن الله، مع الوزيره موجوده معانا، وهنعمل مؤتمر صحفي. في الحقيقه وزير الاتصالات ارضه جاي يشرف بنفسه على الوصول النت فائق السرعه للفنادق، هيمر على الفنادق، هيمر معايا ان شاء الله، نتحرك في المدينه انا وهو بحيث ان احنا بكامل طاقتها وبكامل مش عايز انسى نعم. وزاره بصراحه كامل اجهزتها الجميع نعم. الجميع رئيس الوزراء سبحانه نعم. يعني عايز اقول لك تاني، يعني كل اسبوعين ثلاثه بيجي يقعد خميس وجمعه، يعني بيجي يقعد يومين، ويومين دول مش يعني ده يومين ده انا جالي الخميس وعملنا جوله من الخميس بالليل الصبح وبالليل، وتاني يوم رحنا كاترين ونزلنا من كاترين على القاهره، يعني بلا راحه سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بشكرك يا فندم على تواجد معنا وبتوفيق تواجدكم معنا، واهلا وسهلا بكم حضرتك. ويمكن كما تابعنا الان في كافه المناحي وفي كافه المجالات، مدينه شرم الشيخ استعدت بكامل الاستعدادات على قدم وساق العمل. نستطيع ان نقول الان اننا دخلنا في مرحله اللمسات الاخيره والترتيبات النهائيه لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27. نتحدث عن مجالات عديدة، ما بين تطوير، ما بين إنشاء جديد، ما بين مشروعات صديقة للبيئة، حتى تكون هذه المدينة مدينة صديقة للبيئة خضراء مستعدة لاستقبال كافة الوفود. أكثر من 30,000 مشارك في مؤتمر المناخ كوب 27. عودة إليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، وشكرا لضيفك السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.